مع ربي عسير سبحانه. طيب الحين انت لو ابو مجد يعني لو ما كنت في مجال الاعلام اين ستكون؟ تاجر. اقعد زمان تاجر. انت تاجر اخلاق اصلا. نعم انا صراحه لا وظيفه مهنيه ابو كنا بدنا نصير تجار كله. لا مهنيا هو كلامه مزبوط ولا انت اللي عاطه مزبوط؟ ليش لا التاجر كنا بغيت نصير تجار صح، لكن مهنيا ايش يبغى يصير؟ طول اجابه شو يعني لو ما في الاعلام؟ ايه عقار. حلو يعني تاجر عقرجي ما يخلي تاجر ما يقول مجال عقار. طلع ماخذ راجل طلع ماخذ ثاني. مكتب عقار يعني مكتب عقار عندك؟ لا وسيط. ايه مسكت في عندك عماره هلا يا جماعه عماره زينه يلا عندك والله ذكي عشان ما يدفع ايجار محل ولا يدفع كهرباء ولا يدفع وسيط يجي يتقاوى ولا هي وظيفه رسميه يعني خلاص. واشوف ما شاء الله بعض الناس ما شاء الله يا رزق ما شاء الله يبيعون بعض احيانا ابراج وفنادق ما شاء الله صدقت ضربات ضربات الله يهنيهم ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ متعب عندك ابو والله شوف انا للامانه قد اشتغلت في وظيفه قبل الاعلام اللي هي كانت طبعا انا متخرج من الجامعه ببكالوريوس علوم اداريه من جامعه الملك عبد العزيز يعني اداري يعني في خلينا نقول في الوظائف الاداريه اللي هي مثلا سكرتاريه شؤون موظفين ادخال بيانات مش عارف ايش الجو ذا يعني. جت فتره اشتغلت في مؤسستين انتاجيه في جده وكلها الاثنتين كنت سكرتير تنفيذي ما شاء الله. بعدين اتجهت الى الاعلام. في حاجه ان انا كنت اتمناها مره بقوه بس سبحان الله ربي ما اراد يعني. كان ودي اني امتهن يعني اوصل لمرحله امتهنها مهنه زي اللي الان قاعده تصير اللي هي كره القدم. ترى انا يعني سبحان الله ممكن اكثر من مره ذكرت انه لولا الله سبحانه وتعالى ولولا اقدار الله سبحانه وتعالى والاصابه اللي جاتني ولا انا ما كنت يعني الحمد لله إيه انا كنت ترى كنت مسافر رايح لنادي ولا كنت يم الاعلام يعني انا كنت العب دوري مره في جده وجاء سمسار شافني وكذا ووقتها كنت في الثانويه لسه قال نادي فكان خلاص فكان معايا عقد وكل شيء ورايح حتى رايح هناك فتره تجربه واذا نجحت فحتى دراستي بتنتقل سبحان الله لعلها خيره فسبحان الله النادي كنت رايح لنادي الجيش القطري جيش القطري الله الان هو اندمج مع نادي ثاني وصار اسمه اللي هو الاخويه الاخويه اي هذا فكنت رايح العب هناك فسبحان الله قبل ما اسافر باسبوع جاتني الاصابه اللي هي في ركبتي فسبحان الله تحول هذا كوير انا عندي رباطين يمين يسار سبحان الله تحول هذا كله باقدار الله وجيت الى الاعلام فلو ما كنت هذه كنت بامتهن كره القدم لاني يعني احبها والله هذه معلومه جديده علي انا ما شاء الله وممكن محلل رياضي لاني احب افصفص في المباريات هذه ما زالت صح اي احب افصفص واتكلم وهذا ربما يعني ربما بعد خمس سنوات نراك ان شاء الله محلل والله ليش لا محلل دوري في المجد تفضل كابتن مجدي فريق رئيس والله مصالح اليوم ما وزن يعني تشكيلة مناسبة يعني متعب كان شوية يعني ثقيل في الظهير تحركاته كان والله طبعا الأستاذ متعب يعني مر الضغوطات الجسمانية عنده واضح عليه زيادة في الوزن واضح عليه والله اتقوا الله في أنفسكم تدري أنا وش كان قبل ما أجيكم الإعلام وش كنت أنا أمنيتي يعني سباح والله طيب يا فيليبس سباقات لا انا تخصصي انا دارس هندسه ميكانيكا عامه الات ايه انا متخرج فيها ومعي فيها شهاده لكن اني غيرت فعلا التخصص من الهندسه الميكانيكا العامه معدات اللي هو ميكانيكا عامه الى السلامه والصحه المهنيه فنقلت من تخصص الى تخصص ولا قبل ايام الدراسه كانت امنيتي اصير دكتور لكن عندي رهبه من مش رهبه من الدم خلاص يعني اذا شفت الدم كثر علي اوقف انت من النوع اللي تنصفر ولا لا 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 ما تعصب لا بس اني عرفت اذا شفت طول معي تقلب كبدي خلاص أنا ممكن ادوخ انا اي فوقفت لا يا رب لك فقلت دخلت في الهندسه ميكانيكا عامه ثم غيرت تخصصي اخذت الشهاده فغيرت توني ماخذ الشهاده الثانيه اللي هو هندسه سلامه وصحه مهنيه ما شاء الله تبارك الله يوفقك يعني ان كنت بغير الصحه هذه يا صحه يا تدريس يعني الهندسه الميكانيكيه إيه الان سلامه وصحه مهنيه الله تغيرت من الميكانيكا عامه الى هندسه سلامه الله يوفقك وانت الشيخ انا
والله ما لازم تجاوب حسابي للسؤال الصد لازم تجاوب صح يا عيال مقدم يا عيال ما يصلح مقدم يجاوب هل يحصل كذا طيب اذا ما عندك اجابه عادي اعطينا اللي بعده اعطينا اللي بعده ادينا اللي بعده المشكله حتى اللي بعده ما جاء الحين ذكرني ارجوك انا اقول لك اللي بعده آه. مهنه تحترمها صح احسنت كيف بالله الله يبيض وجهك هذه فائده ان المقدم يعلم الضيوف المحاضره النقاش كله علشان اذا نسي يذكرون عطني يا ابو انا خلينا نبدا ابو مجمع يلا روح استاذنك يعني ايش دعوه في مهنه انا مره احبها ترى ولماذا طب انا اقول لك شيء اذا حصل التعليل يعني مؤذن مسجد الله اكبر عارف ليش انا كنت من زمان كنت اول ما بديت اكتشف اصلا ان صوتي يعني الحمد لله حلو كنت اقلد المؤذن اللي عندنا في الحاره اذان المسجد اقلده تذكر اذانه بالضبط لا والله ناسي خلاص بعدين ذاك صوتي كان ما شاء الله جواب الحين خلاص ما شاء الله فكنت لانه سبحان الله يعني انا كنت ما اخذ يعني ما شاء الله تبارك الله جمال الصوت انا ما اخذه من الوالد الله يرحمه يعني امي ما شاء الله كان صوتها جميل ما شاء الله فكانت اذكر يعني لما كانت مثلا تنشر الغسيل تعرف وليد وضع الشعب المصري تنشر الغسيل وده في البيت تدندن فانا اكتسبت فمننا حتى في البيت يمكن مننا ثلاثة أربعة اصواتهم ما شاء الله جميله ما شاء الله فكان ودي للامان اني اصير مؤذن وانا احترم واقدر هذا صح انه هو ارتباط وربطه صح. انك كل خمس صلوات لازم تكون موجود وكذا بس للامانه اكثر شيء خلاني احبها هذه انه اطول الناس اعناقا يوم القيامه الله اكبر اكيد والله يجعلنا منهم يا رب آمين. اللهم امين لو حتى بالنيه بس اميتو شوف والله كل المهن لابد نحترمها انا احترم كل المهن كل شخص ما وضع في هذا المكان الا يدي عمله سواء كان ادى عمل باكمل وجه او لا اكيد لكن اللي اركز عليه عمال النظافه نعم والقهوجيين او التبوي اللي عنده في الشركه يعني الخدمه يعني الخدمه اكثر الناس مثلا يهاوشونهم ليه ما نظفت ليه ما سويت ليه ما جبت القهوه ليه ما جبت قهوه الساعه 6 وهو مش موظف كبير يعني موظف عادي هذا ترى قاعد يدير على فوق 100 موظف خلال ساعتين فعنده انضباط عنده توزيع عند رجل يعني عقليا افضل مني ومنك انه قاعد يقسم قاعد يخدم هذول كلهم بترتيب معين فأنا أحترم العمال النظافة والتيبوي اللي هم القهوجيين في الشركات.